أهلا بكم. اليابان بلد عريق بتجتمع فيه الحضارة القديمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعتبر اليابان فعلا بلد فريدة من نوعها في كل شيء تقريبا. فهناك العادات والتقاليد القديمة متماشية بشكل غريب مع معالم التحضر والتقدم في البلاد، وعلشان كده هنستعرض معاكم النهاردة بعض الحقائق الغريبة والمذهلة عن إمبراطورية اليابان. تابعونا. في مترو الأنفاق في اليابان بيتم تخصيص عربات مترو للنساء فقط في الصباح لمنع التحرش والسلوكيات البذيئة اللي ممكن تحصل في داخل عربات المترو خصوصا في ساعات الذروة. وبالرغم من ارتفاع معدلات التحرش بالفتيات والسيدات في اليابان، إلا أن اليابان تعتبر واحدة من الدول اللي فيها أقل معدلات لحوادث الاغتصاب. اليابانيين بياكلوا الدولفين، وبيقدم لحم الدولفين الني مع شوربة الدولفين، واحيانا بيقدم لحم الدولفين مطهي زي الكباب، والاكلة دي اسمها كوشياكي. ووفقا لشعب اليابان فلحم الدولفين طعمه رائع جدا ومختلف، حتى انه مش زي طعم السمك العادي، يمكن لان الدولفين من الثدييات مش من الاسماك. في اليابان يعتبر كولونيل ساندرز مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي رمز من رموز عيد الميلاد، فاليابانيين متعودين انهم في عشية عيد الميلاد بيروحوا مطاعم كنتاكي وياكلوا كميات كبيرة من اجنحة الدجاج. لكن مع ذلك ففي اليابان ما بيحتفلوش بعيد الميلاد احتفالات صاخبة او كبيرة، لان الديانة السائدة في اليابان هي الديانة الشنتوية والبوذية. من الأشياء الغريبة في اليابان إنهم في الشتاء بيعملوا رجل التلج من كرتين بس من التلج، مش ثلاثة زي بقية البلاد. في اليابان البطيخ بيكون على شكل مكعب، وهم هناك بيزرعوه بطريقة معينة داخل قوالب مكعبة فبينمو بالشكل ده، وده للاستفادة من مساحة التخزين وتسهيل عملية النقل. اليابانيين بيكرهوا الرقم 4 لتشابه نطق الرقم باليابانية مع معنى كلمة الموت باليابانية برضو، وده السبب في ان بعض المباني في اليابان ما فيهاش دور رابع، وبعض الفنادق والمستشفيات ما فيهاش غرفة بالرقم 4. في اليابان ممنوع التحدث في الموبايل داخل عربات مترو الأنفاق أو في القطارات، وده لعدم إزعاج بقية الركاب. ولو جات لك مكالمة وانت في القطار أو المترو فممكن تعمل لها تعليق مؤقت على ما تنزل وبعدين تتكلم براحتك، أما لو كنت في رحلة طويلة بالقطار واحتجت إنك تجري مكالمة ضرورية فممكن تجري المكالمة في أحد الأماكن المخصصة للمكالمات التليفونية في القطار. في المدن اليابانية الواقعة في الشمال واللي بتتكون فيها طبقات من الجليد أثناء فصل الشتاء، بيتم تذويب الجليد على الطرق والأرصفة باستخدام نظام حراري بطريقة سهلة وعملية ومريحة، وده لتسهيل المرور والحركة في الشوارع بسرعة ومن دون الحاجة لإزاحة الثلوج من الطرق زي البلاد الأخرى. السنة الدراسية في اليابان بتبدأ في شهر إبريل وبتكون مقسمة لثلاث فصول دراسية، الفصل الدراسي الأول من إبريل ليونيو، والفصل الدراسي الثاني من سبتمبر لديسمبر، والفصل الدراسي الثالث من يناير لمارس. وفقاً للمادة التاسعة من دستور اليابان فالدولة رسمياً لا تمتلك جيش، وكبديل فعندهم ما يعرف بقوات الدفاع الذاتي اليابانية، غير أنه مش مسموح للدولة إطلاقاً بالاشتراك في أي حروب. المدخنين في اليابان مسموح ليهم انهم يدخنوا في اي مكان ما عدا منصات السكك الحديدية وفي المطارات، ولان مفيش حاويات قمامة في الشوارع ولانه ممنوع القاء اعقاب السجائر على الارض في الشارع او في اي مكان، فبيضطروا المدخنين انهم يحملوا معاهم دايما طفاية صغيرة علشان يرموا فيها اعقاب سجائرهم بعد الانتهاء من تدخينها. كبديل لنظام التوقيعات اليدوية، اليابانيين بيستخدموا أختام خاصة لتوقيع الأوراق، وكل مواطن ياباني بيمتلك الختم الخاص بيه وبيستخدمه في كل تعاملاته. الأختام دي ممكن أي حد يشتريها بسهولة من أي محل.
من الأكلات الشعبية الشهيرة في اليابان السوشي، ومن الغرائب اليابانية إن السوشي لازم اللي يطبخه يكون رجل، لأنهم بيعتقدوا إن حرارة أيدي المرأة أعلى من حرارة أيدي الرجل، ولو امرأة هي اللي طبخت السوشي فممكن حرارة إيديها تأثر على طعمه. اليابانيين بيعتقدوا ان سحبة من دم الشخص ممكن تعرف شخصيته بالكامل، او ان فصيلة الدم ليها علاقة بمستقبل الشخص زي نوع الوظيفة اللي هيمتهنها او المكان اللي هيقابل فيه شريك حياته. الاعتقاد ده قوي جدا عند اليابانيين. في موبايل كل ياباني في تطبيق أو نظام تحذير للطوارئ مثبت على الجهاز، ولما بتحصل كارثة طبيعية أو حادث بيتم تنشيط البرنامج ده في موبايلات كل المواطنين، وبيتم إرسال رسائل ليهم لإخبارهم عن الحادث مع شرح لكيفية التعامل مع الأزمة. شكراً على المشاهدة، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.